إلى أين وصلت عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة من مخلفات داعش وأسئلة أخرى يجيبنا عليها عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة. عميد يحيى مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا نعود إلى ذات السؤال، إلى أين وصلت عمليات تطهير المناطق التي كان يحتلها داعش من مخلفاته، وماذا عن سكان تلك القرى والمناطق؟ هل هم متواجدون الآن داخلها أم سيتم إعادتهم إليها بعد تطهيرها تماما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. بعد ان شرعت قطاعاتنا المشتركه المتمثله بقوات الجيش والشرطه الاتحاديه والحشد الشعبي التقدم من عده محاور لتحرير مناطق الجزيره التي تربط ما بين ثلاث محافظات صلاح الدين وبينها والانبار. التقدم كان ضمن الخطه التي وضعت في قياده العمليات المشتركه لتطهير هذه المناطق من بقايا واوكار لعناصر التنظيم الارهابي، وحققت قطاعاتنا حقيقه تقدم كبير بتحرير. في اليوم الأول تم تطهير 77 قرية، وفي اليوم الثاني أيضا تم تطهير 45 قرية، إضافة إلى مناطق حيوية ومهمة وقتل عدد من الحاميين وتدمير بحدود أكثر من 18 عجلة مفخخة، إضافة إلى معامل تفخيخ وتفكيك المئات من العبوات الناشطة. العملية ترمي إلى تطهير هذه المناطق. هناك أوكار، هناك مخابئ، هناك ملاذات آمنة استخدمها هذا التنظيم الإرهابي في عمق الصحراء. تتطأ قطاعاتنا كل هذه المناطق الصحراوية والوديان العميقة مثل وادي القدس وأيضا وادي حوران. المهمة الرئيسية بعد عمليات التطهير هي أن تمسك الحدود العراقية السورية، نعم، والشريط الحدودي من منفذ الوليد إلى منفذ ربيعة بحدود 667 كيلومتر، وستجري تحصينات قوية عليها وإدخال التكنولوجيا والمراقبة الجوية لغرض منع تسلل الإرهابيين مرة ثانية من الأراضي السورية باتجاه الأراضي العراقية. فيما يخص القرى، حقيقة يعني لا توجد فيها كثرة أو كثافة سكانية. بعد عمليات التطهير ورفع مخلفات عناصر التنظيم الإرهابي سنعيد كل العوائل التي نزحت و تركت قراها ومناطقها إلى تلك المناطق لمارس حياتهم بشكل طبيعي. نعم، طيب عميد يحيى، أبرز المعوقات التي تواجهها قوات تطهير أعالي الفرات والجزيرة الآن لإزالة مخلفات داعش؟ يعني حقيقة لا توجد معوقات كبيرة وقوية، إنما ما شاهدناه ولمسناه هو ارتباك، انكسار، انهزام كبير بصفوف عناصر التنظيم الإرهابي أمام عزيمة وتقدم قطاعاتنا الوطنة. لكن ما قام به هذا التنظيم الإرهابي حقيقة هو الاعتماد على نفس الأسلوب بعملية زرع العبوات الناسفة، وأيضا ترك بعض مفارز التعويق وبعض العجلات المفخخة التي بقت لديه، وكان باصطيادها أبطال طيران الجيش وكذلك أبطال القطاعات الأرضية. التقدم وفق تكتيك وأسلوب وخطة متبعة في قيادة العمليات المشتركة وفق توقيت زمني للعمليات. الغاية منها هي تطهير كل هذه المناطق، والمهمة الرئيسية بعد عمليات التطهير أن مثل ما أشرت إلى أن تمسك الحدود بقوة من قبل قطاعاتنا المتمثلة بقوات الحدود وأيضا إدخال كل التحصينات. ذكرت حضرتك يا عميد يحيى أنه لا توجد هناك كثافة سكانية الآن في تلك القرى المحررة من احتلال داعش. مع هذا، هل هناك من دور للأهالي المتواجدين الآن داخل هذه القرى في مساعدة القوات الأمنية المختصة على تطهير المناطق والقرى من مخلفات داعش؟ يعني الكل يعرف هي مناطق صحراوية مفتوحة، ما يوجد في هذه القرى حقيقة هم غالبيتهم رعاة ويعتمدون على الزراعة. هناك أيضا جهد استخباراتي، هناك قنوات تواصل مع المواطنين برصدنا بمعلومات، وفي نفس الوقت كان لدينا جهد استخباراتي كبير لمتابعة كل هذه المناطق والأوكار التي يتواجد فيها عناصر التنظيم الإرهابي. هذه المناطق الصحراوية لم تطأها القوات العسكرية العراقية منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. الآن قطاعاتنا شرعت وتقتحم عمق الصحراء، نعم، والمناطق الصحراوية ويتقدم العناصر خسائر كبيرة. ماذا عن المرحلة المقبلة عميد يحيى؟ المرحلة المقبلة هي عملية مسك الحدود وتأمينها بقوة. هناك خطة أيضا وضعت في قيادة العمليات المشتركة، سيتم إجراء تحصينات كبيرة وأيضا إدخال مثل ما أشرت التكنولوجيا، الكاميرات الحرارية، المراقبة، تسيير الطائرات المسيرة، أيضا طيران الجيش سيكون إلى دور بعمليات مسح هذه المناطق ومتابعة من تحاول له نفسه يعني يسلل من الحدود السورية باتجاه الحدود العراقي، إضافة إلى المناطق الصحراوية. نعم، ستكون هناك أيضا مراقبة وهناك عمليات تفتيش مستمرة باتجاهها.
شكرا جزيلا لك. حدثنا عبر الهاتف من بغداد العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة.